تعاني أوكرانيا من تهديد خطير بعد أن التقطت الأقمار الصناعية صوراً لسفن تابعة لكوريا الشمالية تنقل أسلحة إلى روسيا وفق تقرير لوكالة بلومبرغ. ميناء كوريا الشمالية الخامد بالقرب من الحدود مع روسيا عاد للحياة مرة أخرى، مما يقوي ما يعتقد الخبراء أنه تجارة متنامية في الأسلحة المتجهة إلى خطوط المواجهة في أوكرانيا، والتي تدعم في الوقت نفسه الاقتصاد الهش الذي يديره كيم جونغ أون. صور الأقمار الصناعية لميناء ناجين والتي التقطت من أكتوبر حتى ديسمبر تظهر تدفقاً متواصلاً للسفن وتحميل وتفريغ مئات حاويات الشحن وعربات السكك الحديدية جاهزة لنقل البضائع. تقول بلومبرغ إنه على الرغم من أن طبيعة الشحنات لا يمكن تأكيدها بواسطة الصور المتاحة، إلا أن عدد رحلات الذهاب والإياب وعدد الحاويات المنقولة بين كوريا الشمالية وروسيا يشيران إلى تبادل كبير ومستمر قد يشمل الأسلحة والإمدادات العسكرية الأخرى. ومع انتعاش التجارة بين موسكو وبيونغ يونغ، أصبح تدفق المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف تحت التهديد بشكل متزايد وفق بلومبرغ، حيث قال البنتاغون إن الأموال سوف تنفد منه لاستبدال الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا بحلول 30 من ديسمبر، ما لم يوافق الكونغرس على تمويل إضافي.